فرقة ميامي شو رايك؟ والله شوف اخوي انا فرقة ميامي شو اقول عنك؟ بس ناجحة واصلة يعني ناجحة لون يغنونه يعني الناس يحبون ترى اللون هذا انا ما اقدر يعني هل يسمى اقول والله انهم هل تسمى غنية اقول انهم مو زينين يعني لا ما اقدر انهم مو زينين يعني بس هل تتحب لونهم؟ هل تسمعهم؟ والله احيانا كمجموعة في اغنية هم عملوها الظاهر اخر شيء اللي فيها شالو وشغله كذي هذه حتى يا خالق مو هاي هذا ليه بس هذه مو معناته ان العمل هذا ناجح بس يقال عبد الله الاغنيه التي رددها الطفل دائما تكون اغنيه منتشره وناجحه يعني لا مو شرط لا لا يعني الطفل كل يوم لا شغله يعني اليوم تودي السوق مثلا تري له لعبه يحب اللعبه باكر وده يقول لك لا بوحده ثانيه معناته غير لكن هذا مو معناته ان هذا العمل راح ينجح على طول لا هذا نجاح مؤقت يسمونه